السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثاني من لعبة ليمبو. طبعا وقفنا المرة الماضية هنا في الفندق. دقي معلش شيء وعرفت وين أروح. نرجع للخلف. نطلع فوق الحروف ونحاول نستعجل عشان ما نطيح. يا سلام. هذا سقف الفندق، لازم ندخل السقف من هنا. ليش؟ لأنه ما في المكان مقفل، بس في عندي عربية وفيها سلم، فلو أطلع كده فوق ما في، فلازم إني أنزل العربية على السلم بالطريقة دي. دقيقة، وأجي بسرعة وأنط من ارتفاع قوي وأكون سريع البديهة، يعني ما أطيح في الأرض. لازم أطلع فوق اللمبات هذه. أذكر هنا في فخ. أوه. في فخ، والمكان هذا ما له داعي، يعني ما المفروض ما يجي مع اليسار، بس أبغى أتأكد موجود الفخ ولا مو موجود. طبعا نكمل. أتوقع إنه بعضكم مو عارف إيش السالفة، راح تبان معالم القصة. لاحظوا، ما أقدر ألف على اليمين، لازم أرجع على اليسار. ايوه، والفخ هذا موجود هنا. تو اتذكرت. بس عرفت. اجي في البداية قبل ما تجي ذيك على راسي، وادف الاشياء هنا واشرد بسرعة. واخلي هذه تيجي على راسي. واروح للخلف. ونور الشمس يعدل الاتجاه. زي ما انتم فاهمين انه نور الشمس يعدل الاتجاه، وذيك الكائنات تاكل هذه اللي تتحكم بحركتي في المشي. طبعا الجزء الاول كان سهل، الجزء الثاني راح تشوفون مستوى الصعوبة يزيد، وان شاء الله ختمه في 30 دقيقة، برضو يعني 60 دقيقة كله مع بعض ساعة واحدة. بس في الغاز اتوقع انه صعبة. شوفوا، هذه كلها لها اهداف، بس ما اقدر اسوي شيء. لازم اتحرر من هذه اللي على راسي بشعاع الشمس. طيب، لازم أبطئ الحركة وأخلي هذه تطيح وأطلع فوقها وأنط. شايفين كيف الصعوبة؟ كذا ارتحنا وتحررنا من المشكلة، فنيجي بسرعة وننط. الحمد لله على الحافة، على الشعرة. نوقف هنا، اتذكر انه نوقف، نعدل الموازين عشان ترتفع اكثر، ونوصل للجهة اللي هنا. بسم الله الحمد لله. طيب دقيقة،
آخذ لفة ثانية مو مشكلة، خليها ترتفع بزيادة. نجي هنا بسرعة البرق، بسم الله الرحمن. يا الله نسيت، دقيقة. لا إن شاء الله دحين خلاص. طيب توقع إنه مو شرط أرجع لين، كنت بطيح. طيب عادي أوقف هنا وخليها ايوه وبس، فلسفة زايدة ما تصلح. طيب هذه ادفها دقيقة كذا كذا، هذه اسحبها واطلع فوقها. يا سلام، طيب هنا في مصعد خليني اتحكم ب عرفت، هذا اذكر طولت فيها والله. ايش اسوي؟ دقيقة اسحب هذه هنا، لا 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 دقيقة دقيقة، اضغط واسحبها بسرعة عشان اجيبها على، لاني راح استفيد. شوفوا لاني لو ما جبتها، بس ابين لكم، لاني لو ما جبتها هنا ايش يصير. دقيقة دحين تفهمون حاجة، دحين تفهمون حاجة. في شيء صار، في حبل، الحبل هذا ما راح اقدر امسكه زي ما تلاحظون. ف دحين انتم مستغربين من حاجة، دقيقة بس انا استعجل شوية. ننزل هذه هنا، وفي صندوق اللي هو هذا الصندوق، نسحبه ونشغل المصعد. لو سحبنا الصندوق عادي بشكل عادي ما راح نقدر نطلع الصندوق فوق. ليش؟ زي ما انتم تشوفون دحين، دقيقة عنده في الصندوق. شوفوا لو بجيب الصندوق هنا بتنزل هذه كذا، ما بقدر، يعني لازم في شيء يثقل على هذه المنطقة. ايش اسوي؟ زي ما سويت قبل شوية، اشغل المصعد. لا 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 دقيقة، انا اطلعه اسحب هذه وانزله، فكذا اقدر اتحكم بالبار هذا واخليه هنا، فخلاص اقدر ارفع الصندوق. شوفوا وكذا اقدر اتسلق الحبل. طبعا الحين ما ادري وين اروح، حرفيا ما ادري وين اروح. دقيقة، تذكرت الصندوق اخليه كذا وارجع ارتفاع الحبل وامسك فيه بسرعة. طبعا هذه من اغث المراحل اللي الصراحة ما احبها، فيها نوع من الدقة في انك تتحكم. دقيقة والله ما ادري ايش اسوي. تذكرت، بسرعة بسرعة بسرعة. يا سلام، شفتوا كيف سرعة بديهة؟ لازم تطلع الصندوق الثاني فوق الصندوق الاول وتطلع فوق وتنط فوق ذي. حرفيا انا اول ما لعبت اللعبة مت فيها، حاولت وعدت المحاولة يمكن أكثر من 10 مرات، بس حاليا لأنه أنا متذكر في هذه الناموسة أو البعوضة هذه برضو ما كنت أدري إيش أسوي. يعني لما أقرب منها
تطير، وفي سلم فوق. فكيف أوصل للسلم؟ لازم أستغل البعوضة. طبعا تعجبني ركز بالميوزك إذا أنا تعلقت فيها. نجي بشويش بشويش، دقيقة. كل هدوء. لا معلش، مو مشكلة، نعيد المحاولة. تعالي خلاص. طيب ايوه كذا. تعجبني الميوزك هذه والله. اسم الميوزك اذا تبغونه باليوتيوب اكتبوا ليمبو براير، المصلي او الداعي او، فتجيكم هذا الميوزك. بدأنا بالألغاز، الشغل الديب. أذكر في شيء قدام، دقيقة. ننزل الصندوق هذا، في صندوقين أتوقع. دقيقة خلوني أمشط المنطقة كاملة. دائما في أي لعبة إذا حصلت إنه في أماكن متاحة كثير أدخل شوف الأماكن، لأنه في، أيوة دقيقة. هذه نخليها هنا، وهذه نخليها هنا، دقيقة. ونطلع كفر، شوفوا، نخلي الكفر يجي وبكل توازن، دقيقة. أنا جبت العيد، دقيقة مرة ثانية. المفروض دحين أوريكم كيف أخلي مسافة هنا بسيطة، وبسرعة بسرعة بسرعة أغير اتجاهي. تمام، أيوة. راح نستفيد من الكفر، كيف نستفيد دحين تشوفون. فنتحكم بالاتجاه كذا، تمام. ننزل تحت، شوفوا كل المشاوير هذه بس علشان تخلص حاجة بسيطة. هذا الصندوق أتوقع، دقيقة. شوفوا إذا أنا طلعت هنا هذا ينفك، وعشان أنا لازم أنزل الصندوق من هنا، لو تحرك راح ينزل ده. فإيش أسوي؟ أدف الكفرة واجي سريع 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 سريع. دقيقة، ترجع بترجع، ما عليكم، نجي بسرعة بترجع الكفرة. شفتوا كيف؟ ف كله بس عشان نطلع هنا. طيب نعشق الجير ونطلع في البكرة هذه. بدا الشغل صح، اتوقع هنا لا ضروري. ايوه دقيقة، في شيء استفيد منه من الصندوق هذا. لا جبت العيد، اتوقع اني جبت العيد، دقيقة. لا تمام،
ماني متذكر دحين ايش اسوي. بس فهمت. دقيقة، في صندوقين، في صندوق لازم اخليه هنا واطلع فوق هذه عشان اطلع فوق ذيك. دقيقة، نطلع فوق السلم. المفروض في صندوق. دقيقة، توقع الصندوق الأول اللي أنا طلعته وفتحت فيه أيوه هذا هو. تمام، ندفه، لكن انتبهوا إنه يطيح عليكم عشان ما يكسر رقبة الولد. تمام، خلاص كذا نطلع وصلى الله وبارك. دقيقة، هنا لازم نطلع مع السلسلة، فكيف نطلع؟ خليها تروح وتجي. دقيقة، وتروح، ما ادري شغلتها انا ولا لا. دقيقة، تحرك السلسلة كذا، بعدين تروح بسرعة وتشغلها، خليها لين تيجي زي كذا. يا سلام، شفتوا كيف بسرعة كذا؟ طيب ايش اسوي؟ دف هذه هنا. دحين ينقلب المكان. أذكر في شيء بيطيح فوقي، حاجة كذا. رجعت، المغناطيس. دقيقة، خليه ينزل لين يوصل هنا واشغله. طيب وفوق كيف اطلع هناك؟ طيب. بسرعة. ايوه تمام. هذه المرحلة تحتاج دقة. شوفوا كيف، إن شاء الله أجيبها من المحاولة الأولى. ننزل هنا شوية كذا عشان زي يا حبيبي. نعيد مرة ثانية، تحتاج شوية صبر. استعجلت، لكن إن شاء الله أجيبها بسرعة. تمام،
طيب بنزل كذا. ايوه يا سلام، اسمع الميوزك كيف ريديمشن. خلاص مجهول الان اتوقع برضو هذه اللي انا اذكر انه في شيء بيطيح فوقي. عرفت بسرعة، خمنتها قبل ما أجيب العيد. دحين في زي الصخرة بتطيح. لا 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 أحسن دقيقة. طيب أيوه بسرعة البرق هكذا، ونقوم بالقفزة الأخيرة. أشواء لا 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 يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يبغاها بسرعة. والله حرام كان باقي حاجة بسيطة. أنا هدفي إني ما أموت وألعب بسرعة، إنه أختم كل جزء في 30 دقيقة، فالآن 20 دقيقة، 22 دقيقة، فبشوف إن شاء الله ما يطول عن 30 دقيقة. طيب سريع سريع سريع، يا سلام يا سلام. خلاص شوف الفراشة كيف غموض 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 غموض، أماكن مظلمة زي المصانع وفراش ودخان وعشب. شوفوا أخته، شوفوا القهر. لما قربت اوصل هي، ما ادري اخته او حبيبته، بس هم اطفال تقريبا 2، ولد واخته، واخته ماتت، صار لهم شيء وماتوا. فالولد الصغير معلش جالس يحاول انه ضايع، يبغى يوصل لاخته في عالم البرزخ اللي هي ما بين الحياة والموت. مو وقتك يا اليد. سريع هذه ما ادري كيف، والله نسيت دقيقة. دقيقة دقيقة دقيقة، انتظر. عرفت هذه، ما اطلع بس كذا تعلق. شوفوا وبسرعة بسرعة 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 اتحرر من هذه اللي ترفع الضغط. تمام كذا خلاص تحررنا، بس ما ادري اتوقع ارجع ورا، ولا اتوقع ارجع ورا، والله ما ادري، بروح قدام بشوف اذا الطريق مقفل. خلاص برجع ورا. خلاص ان شاء الله اليد تكفي انه لا ما في طريق، الا في طريق السلم هذا. دقيقة بس اشحن اليد. دقيقة نكمل اللعب. عكسنا اتجاه
اتوقع دحين في حاجة نقعد اغير في اتجاه ما ادري ايش و... دقيقة دقيقة دقيقة، نرجع كذا ونخلي لين توصل كذا، نطلع هنا ونرجع. دقيقة، لا لازم الارتفاع يكون مناسب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم الارتفاع يكون مناسب. دقيقة، خلي الثانية أفضل. لا 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 لا، معلش هذه تحتاج شوية صبر. تمام، ايوه سريع. يا سلام، كذا نطلع فوق. اتوقع جبتها في البداية صح ولا لا؟ تمام. اوه طبعا شوف دحين ما اقدر انط كذا، لو نطيت حيضربني الكهرباء. تمام، فانا ايش اسوي؟ في هنا في عربه، الحين واحد منكم يقول عادي امشي على قدام. اوكي بمشي على قدام بس عشان تفهموا، في عربه هنا وفي طريق مقفل وما تقدر تطلع فوق، يعني ما اقدر اطلع فوق هناك. ففي ايوه كويس اني اتذكرت، فواضح اني انا لازم افتح البوابة هذه واخلي السيارة هذه هنا بحيث انه بنزل من فوق وانزل عليها واكمل طريقي لقدام. فهو كيف لازم نعدل مسار الكهرباء شوية. توجع الطريقة كذا، لا 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 مش كذا. دقيقة، أخليه لين يرجع وأشغل الكهرباء إن شاء الله ما ينزل بسرعة. لا 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 معلش، احاول اتذكر انا ايش كنت اسوي وجبتها. كذا ايوه. لا لا حول ولا قوة الا بالله، نفس الطريقة نفس الطريقة. أسرع شيء، يا سلام شفتوا كذا. ف لا حول، غلط في حاجة. مكان السيارة المفروض يكون كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. دقيقة، مرت 30 دقيقة.
تدرون خليها في الجزء الثالث أفضل، لأنه لسه باقي في قدام الغاز وكذا، فلو بكملها حتوصل أكثر من ساعة. فإلى هنا ونشوفكم في الجزء الثالث.